انا دلوقتي في مطار جنيف، وفي مطار جنيف برضو محلات رولكس موجوده، محلات اوميجا بتاعت الساعات العالميه موجوده، وبلف كده وبدور الناس اللي داخله واللي طالعه السيرفيتو كده بتدور. ده انا هنا لقيت كمان صديقي العزيز حسني هنا. يا فرصه جميله جدا ان اشوفك هنا، مش ممكن حسني. هلو از ماي فريند، ثانك يو. اها، انت بتدور على ساعات هنا ولا ايه؟ صباحك فل. اها، ساعات جميله اصورها لمراتي عشان تطلع زي البطارية. اها، جميل. ساعات هنا كلها سويسرية طبعا. ثانك يو. هنا كمان انا لسه انا وداخل حسني بيه شفت رولكس، شفت محل رولكس هنا برضو، بس طبعا الواحد يعمل جمعيه الاول. ممكن نعمل جمعيه، حضرتك تسمح لي اقبضها اول واحد عشان اشتري ساعه؟ جميل النظام هنا، الجمال في النظام. انا عجبني قوي النظام انا وداخل حضرتك. هوريك حاجه حلوه. انت ليك قد ايه هنا في الوقت؟ ليك ساعه ساعتين هنا في جيت من امتى؟ الساعه 9. جميل. لا شوف لي ميعاد طياره المانيا الله يكرمك عشان طالع دايركت على طول على المانيا. انا بعدك بقى ولا قبلك؟ 10 في موجوده هقول. تمام تعال نكمل. اوكي. بمعنى السوق الحره. طب كويس، لو قدرت هاخد شوكولاته للعيال. شوكولاته هناخدها من هنا. يا ريت الله يكرمك، عشان مدام الله يكرمك من امبارح انا بدور لها على شوكولاته، كانت المحلات قافله، وانت عارف المدام عندي قويه، حكومه نشطه، حكومه قويه مؤثره يعني. جميل، كله ساعات، كله ساعات. مش حاطين اسعار هنا. 260 الف يورو. 260 الف فرنك. 260 الف فرنك. 260 الف فرنك، ده يعني ما معناها انها ممكن توصل. دي الرخيصه دي ب 25 الف فرنك. ودي ب 25 الف فرنك. يعني 260 الف فرنك، يعني نقول مثلا 250 الف يورو في الحدود دي. في الحدود دي. طب ما الواحد يشتري بنفس الثمن يعني طياره. يعني 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه مصري ساعة. أعتقد الفرجة عليها ما بيدفعوش عليها، اللي يتفرج عليها يدفع فلوس.